السلام عليكم، صافا الخوت كلشي وهذاك قصه جديده. نتمنى تكون في المستوى المطلوب، هاني مبقيتش كنغبر ونتمنى هادشي يبان حتى في التفاعل. خليو جيم لهذا الفيديو تعليقات قد ما قديتو، بارطاجي القناه ولا الفيديو مع اصحابك، والناس اللي ما دايرهاش ابوني ديرها. اللين ديال الانستغرام ديالي كاين في الديسكريبشن للتواصل، واللين ديال الباج ديالنا فيسبوك حتى هو في الديسكريبشن على حساب الناس اللي دايرين نجمه 6. ودير الكيت، سير شي بلاصه مزيانه، تكلم مع روحك، ويلا بينا. كل شيء بالنية، هادشي اللي قراني الوالد وهادشي اللي قراه باه، وخصني حتى انا نقراه لولدي. ولكن قبل هادشي كامل خصني انا نخدم بهاد المقولة، وفي نفس الوقت الا فكرنا غنلقاو بلي ما كايناش البلاد اللي بغات النية، حيت التراب الا ما كان صالح للزراعة ما غيعطي والو، ولا زرعتي الزيتون في التراب حمراء ماشي بحال الا زرعتيه في الرملة. نفس المنطق خصنا نخدموه ونخدمو به في حياتنا اليومية. ما كاينش واحد غير سامع بالنية وغادي يترجل معاك. حنا في عالم فيه النفاق، النفاق اللي تحول لوسيلة ديال العيش، والشفرة اللي ولات وسيلة للحياة، أما النصب والاحتيال فوسيلة للترف والعاقة. نرجعوا للماضي القريب اللي كنا فيه نية. إلا غير جات أمك معاك للمدرسة يبقاو مطلعين عليك سيمانة، ولا غير لا ما تفرجتيش في حلقة واحدة من غوغو راك مشى لك نصف عمرك، ولا غير سبقاتك دغيا في السبور راك شماته ديال بصح. واخا هكاك طفولتنا دازت، وديك الطفوله هي اللي كبراتنا رجال، رجال اللي قدروا حتى يبيعوا الميكا في السوق، يهزوا البهيم في الرحبه، يشوطوا ريوس في العيد. وما نساوش واحد الحاجه، واحد الحاجه اللي كاينه غير في السوس، كنتبعوا بوجلود اه، ولا غير داز من حدانا كنبولوا في سراونا. واللي ما كيعرفش بوجلود هو داك الشخص اللي كيلبس الجلود ديال المعزه نهار العيد الكبير. ولا ذكرى الكبير، كبرنا وكبرات افكارنا وزاد تعقدات ديال بصح. ايامات المراهقه كنا كنديروا الصابون ديال الحجره لشعرنا باش يوقف ونبانو على البنات اللي اصلا مستاجهم كبر من ديالنا. وعلى ذكر الصابون، راه الدراري عندهم قصه مع الصابون البلدي. الدراري جوج انواع، كاين اللي كيزلق بالصابون البلدي في الحمام، وكاين اللي كيزلق به في الحمام. هنا غيكونوا الدراري فاهميني علاش كندوي. في الوقت ديالنا ما كاين لا كولون عند البنات، ما كاين لا جلابه ايفازي لا تليفونات، وما كاينش السيبير، كدوز الشهر كله احلام. اما دابا فكل شيء موجود، ورغبه ما كايناش، ما ليناش. هذيك غير مراهقه، منين فاتت المراهقه بدا العقل كينضج. وغندوي غير على الدراري في هاد النقطه، حيت انا دري، وملي كيكبر الدري كتولي امو عزيزه عليه كثر، كيولي حيد منه وكيعطيها. وكما كتعرفوا البنات اللبسه الا لبساتها اليوم ما غتلبسها غدا، اما الاولاد لبسه وحده كيبقى لابسه العام كامل. الكلام طويل وما مفهومش وعمره غادي يسالي، غير وحنا الدراري متفقين على حاجه واحده، الهجره. داكشي علاش حتى انا اليوم غادي نمشي نحرق لبرا بالاخبار والديا، وملي نوصل تما غندوي معاهم، وديك الساعه اللي بغى يوقع يوقع. مت الله يرحمني بقيت غير الحياه تنادي. تلاقيت في ديك البيريود مع جوج ديال الدراري ولاد مدينتي، واحد ما كيعرف الاخر، عندنا نفس الفكره. لقاتنا غير الوقت في الخدمه. انا كنت ديك الساعه كندوز 16 في واحد لوطيل حدا البحر، واحد فيهم كان ميتر ناجور، والاخر كان من دوك اللي كيصيدوا القاوريات. المهم سيادنا هاد خونا هذا الاخراني كيعرف واحد السيد هو اللي مكلف بالمراقبه ديال السلعه اللي كتدخل من البواخر اللي ماشي مغربيه، وهاد البواخر كتهز حتى السياح. يعني الفكرة كاملة كدور على أننا ندخلوا للباخرة من بابها الواسع. ثالثنا هو اللي قال لنا جيبوا باليزات خاوين ولبسوا حوايج ديال السفر وهزوا معاكم الباسبورات ديالكم. ومنين نسول داك المكلف دار معنا تسعود ديال المليون بثلاثة، ثلاثة للواحد. ولكن حنا غير بوفرية ما قدرناش نجمعوا ديك الفلوس، داكشي علاش اتفقنا نديروا واحد الحل اللي هو غنجمعوا الفلوس لداك خونا ثالثنا، داك اللي كيصيد القوريات، وغيدير بحال ليلة هو اللي غيمشي بوحدو وحنا يلا.
انا الخوت صغير وخفيف، فكرنا ندير راسي في شي باليزه كبيره ونبقى مكمش حتى ندخل، حيت الشخص اللي غيدينا هو الوحيد اللي عنده الحق يراقبنا، ودابا مخلصينه ما غادي يراقب والو. اما بالنسبه للميطرناجور هو اصلا كيدخل حدا دوك البواخر فاش كيكونوا السياح زعما تحسبا لاي طارئ، وفي الحقيقه هو طارئ نيت. جا النهار الموعود، انا جمعت حوايجي وحسنت دوشت، لبست اللبسه ديالي، قلت لهم مالين الدار غنطلع للرباط، عندنا واحد الفورماسيون في الخدمه. خرجت وتلاقينا في واحد الكافي في مارينا، حتى واحد فينا ما هز معاه الباليزات من غير خونا يوسف داك الصياد ديال القوريات. دخلنا للطواليت ديال القهوه وسديناها، دخلوني بجوجهم وسط من ديك الشنطه اللي كانت كبيره، هي فري جات مضيقه عليا ولكن هانيه ماشي مشكل، خصنا غير ندوزو. المهم عندي انا هو ما نتخنقش، داك الميطرناجور ضرب واحد اللبسه عاديه وتحت منها اللبسه ديال الميطرناجور، هزوا الباليزه بجوجهم اللي فيها انا وتم داخلين للمرسى. ومن تما انا مابقيت عاقل على والو، كنت كنسمع غير الهضره مخربقه وما مسموعاش مزيان. بقيت واحل في داك الصاك شي ساعتين حتى حل عليا خونا يوسف، حل عليا وضلوعي كانوا ضاريني. خرجت وبديت كنتكسل، قال لي شوف بقى انت هنايا انا غنمشي عند محمد. قلت لي صافي غتهنى. بقيت جالس كنتكسل حتى دخل عليا يوسف ومحمد، جاني الضحك. محمد كان كله كيقفقف، قلت لي كيفاش حتى دزتي ودخلتي حتى لهنايا؟ قال لي انتوما ولاد الكلاب دخلتوا من الباب الواسع، انا ضربت عمان. وينقز يوسف وقال ليه واش كاين اللي كيحرق بمليون؟ حنا عاطين مليون مليون لواحد جامعين ثلاثه، وزيد عليها حنا دابا خدينا الشومبر ودوش وغادين معززين مكرمين. قلت لهم الدراري دابا صافي تمروا، محمد سير دوش وقول لي يا يوسف هاد الباخره هادي فين غاديه بينا؟ قال لي فين بتمشي؟ طاليان، وغادي تحرك حتى لالمان. الا بغيتو تهبطوا في طاليان نهبطوا، بغيتو نبقاو غادي حتى لالمان نمشيو، غير هو لالمان راه ما فيهش المغاربه قلال وبارد بزاف، ونزيدك راه فيه شويه ديال العنصريه. قلت ليه شوف هو شوف الباح كنا غير كنحلموا نحرقوا، اليوم بدينا كنتخيروا في البلدان. عاف اخويا يوسف لما قول الشيفور يدينا لطاليان وعطيه شي قهوه باش يسير بينا. قال لي يوسف صافي يا سيدي ما يكون غا خاطرك. بقينا مجمعين حتى خرج محمد من الدوش. قلت لي بالصحه السباح ديالنا، كون عرفتك بحال هكا كون قلت لك سير سبقنا لطاليان. قال لنا الطاليان؟ لا 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 عيانه. تفرش خنا بالضحك وقلت لي ياك المغربي وليتي تقول هذه عيانه هذه لا. قال لنا ماشي هكاك، غا هو راكم عارفين الوقت خيابت في الطاليان وكل شيء بغى يمشي تما. قلت ليه انا فين ما مشيت المهم نخرج من البلاد ديالنا. شديناها اجمع بشويه حتى تكينا باش نعسو، سدينا علينا مزيان الاحتياط ديالنا درناها لنوليو ناعسين هنايا وفايقين في الكوميساريه. وبالضبط نقدر نقول لكم بلي نعسنا الناس ديال الفار، عين ناعسه وعين حاضيه. انا شادني الناس بالبيان، واحد شويه بديت كنسمع الغوات والجرى. شلا دير ديك حدانا؟ فقت وقلت للدراري شنو طاري؟ حتى هما يلا ناضوا. نط بالخف مشيت حدا الباب، بغينا نطلعو حنا نسمعو البوليس ديال البحر كيغوتو. دازو من حدا الشومبر ديالنا وكملوا الطريق. حنا خرجنا بحالنا بحال عباد الله، العرق المغربي فيه التبرقيق شويه، واحد السيد تم جاي كيجري قبالتي وهز واحد الوليد ولا بنت صغيره، وصل حدايا ويمد لي داك العزري وعطاني واحد الورقه وهرب. محمد جارني من اللور ودخلني، ويوسف سد الباب. قال لي محمد اش هادشي؟ علاش هذا عطاك الدري؟ واش حنا تكفينا تا مع ريوسنا؟ قلت لهم سكتوا سكتوا دابا. حطيت الولد فوق من السداري، ومنين حققت فيه مزيان كانت بنيه عينها زرقين وفايقه مسكينه وساكته. هزيت الورقه اللي عطاني معاها وانا نشوف بلي مكتوب فيها بالطليانيه. تلفت لعند يوسف حيت هو الوحيد فينا اللي كيفهم شويه، بدا كيقرا في ديك الوريقه وقال لي هاد السيد راه كيوصيك تهلا ليه في بنته الصغيره، وقال لك راه سميتها مالك، وكاتب لك هنا راه ماكرهش الا كبرات تجيبها تشوف خواتاتها البنات، راه بحالها في الجمال ديرها بحال بنتك، معاك باباها ابراهيم. قرا لي هاد الشيء وانا نقول لمحمد كيفاش؟ قلب مزيان، قلب الورقه ويلقى فيها واحد العنوان لتحت. قلت لي عرفتي شنو غنديرو؟ ما نوصلوا للطاليان غادي نديوها لاقرب خيريه. قالوا لي صافي هذاك هو البلان. بتنا ديك الليله تما وفي الصباح خرجنا عادي بحالنا بحال الناس، ما كاين اللي دوا معانا، الفرق اللي بيناتنا هو الفلوس. خوكم فقير وهازين معانا فليسات مغربيه قليله، وكنا غير كنفكروا كاملين وساهيين. شاف فينا يوسف
قال لنا الخوت حنا ولاد مدينة واحدة وكانت عندنا فكرة واحدة ودابا تحققت. ودابا اللي غنقول لكم هو كل واحد يشد طريقه، حنا وصلنا. بقيت انا غير كنشوف فيه. قال لي محمد عندك الصحة عشيري، الله يسر لك. وشاف فيا وقال لي انت تهلا في راسك. قلت لهم والبنت؟ قالوا لي تكلف تكلف. كل شيء مشى وانا بقيت مصدوم، ما عندي والو، عندي غير الله وشويه ديال اللغه في لساني وشويه ديال الفلوس. طلعت من البحر وشد البنيه قدامي وكنحاول نتفادى البوليس. هز ملك في اليد اليسريه ولي منيا جار بها باليزه فيها شي حوايج ديال الصيف، قسمناهم مع بعضياتنا في الشومبر. بقيت كنتمشى حتى بالي داك الصرف ديال العملات واحد المحل. جبت 2000 درهم اللي عندي هزيتها ومشيت حولتها. وانا نتم خارج كنشوف في البنت وكنقول شنو دابا مالك؟ اش غنديرو؟ هاد الزين كامل ماشي ديال الخيرية. بقيت غادي كنتمشى حتى عييت. دخلت لواحد القهوة غير باش نشرب شوية. دخلت لواحد القهوة غير باش نشرب. تمشيت فيها وبالي ما كاين حتى واحد في داك التحت ديالها. شفت واحد الدروج وطلعت. كنت غادي كنقلب على الطواليط. وكي طلعت من الدروج بالي واحد خونا قدامي عاطيني بالظهر. كنهز فردي على 4 ديال الرجال. كانوا ضاربين لي كوستيم. كانوا كيدوبوا بالطليانية وخونا باينة معصب. مبقاش عندي الحل اني نرجع. تبلوكيت في بلاصتي. واللي فهمت من ديك الهضرة اللي كتقال هو راه غتندم على هادشي اللي كدير. ما عرفتش منين جاتني الزعامة اللي خلتني نحط مالك في الارض. وخونا كان عاطيني بالظهر وتمشيت بشوية لجيتو وانا نقز عليه. نقزت عليه وكمشت لي على اليد اللي فيها الفردي. سمعت الصوت ديال القرطاس وانا حسب ليا وشكون اللي تيرا في الفوق. حتى كنحس بكتفي طالعة مع السخونية. وبان لي داك اللي كنت شاده طاح في الارض، ضربوا شي واحد بقرطاسه. بقيت انا مصدوم وكانت هذيك اول مره نشوف الدم بديك الطريقه ونشوف السلاح وداك الشيء كامل. طحت سخفت وسط من دوك الرجال. منين فقت لقيت راسي وسط من رباعه ديال البشر وكاين واحد الشيباني كان معاه هذوك. كان هاز لي الباسبور ديالي في يدي وبدا كيدوي بالطليانيه. دوى بزاف وينطق واحد خونا بين بلي مغربي. قال لي كيفاش جيتي لهنايا وشكون هاد البنت اللي معاك؟ انا عاودت لي القصه كامله ما كيلاش نكذب. بدا كيدوي معاهم عاوتاني داك الشيباني ويبوس البنت الصغيره وشاف فيا داك المغربي وقال لي نوض هز البنت بدل ليها ليكوش ووكلها. خرج تقدا ليكوش وداكشي اللي خاصك، الفلوس حطيناهم ليك. من بعد رجع على الدار حتى نجيو لعندك. ما تسدش الباب الا خرجتي، راه ما كاينينش السوارت. مشاو دوك الرجال كاملين وانا تالف وخلوني مع مالك. فاش بغيت نوض حسيت بشويه الالم في كتفي. قلبت كتفي مزيان، عرفت بلي فاش تيرا وفهداك قاصتني شي حاجه، ولكن ما كنتش كنحسب شي الم لي كتير. وكانوا دايرين لي غير واحد الباندا. خليت البنيه في الدار وخرجت كنقلب على حانوت. ضربت واحد الطريق طويله عاد لقيت واحد المارشي صغير. خديت باكيه ديال ليكوش وكلينكس ديال الطوموبيلات وباكيه ديال الحليب ورجعت للدار. جلست حدا البنت كنشوف فيها. هاد مهلك دايره بحال الملائكه، ما فيهاش كاع الصداع. ما غوتاش من الدقيقه اللي انا شفتها فيها لحد الان. وكلتها وبديت كندور في ديك الدار. كانت الدار اللي نقيه وصغيره. دخلت البنت دوشت لها بالمدافي. الجو كان سخون بزاف هنايا. مسحت ليها وبدلت ليها ليكوش ولبستها نفس الحوايج اللي كانت لابسه حيت ما كاين ما نلبسها. ضارني انا الجوع حيت نسيت راسي. المهم هو مالك تكون شبعانه. بديت كنحسبها بحال بنتي ومسؤوليتي. اش كنقول انا كاع؟ انا عندي غير 20 سنه ومازال حتى ما كملتها. بقيت في الدار حتى الليل. جاو لعندي دوك الرجال كاملين، هزين معاهم الشراب وشويه ديال الماكله، وكانوا سكرانين ديجا. دخلوا لعندي وجا داك الشيباني هو الاول شاف فيا، وبدا كيدوي مع داك خونا اللي كيدير رجليه. سولني واش هزيت من الفلوس اللي خلى البنت. قلت لي راه شريت غير ليكوش وداك الشيء اللي خاصها. نطق داك المغربي وقال لي راك جبتيه هاد الشيء اللي كدير. الناس ارتاح، باش غدا غتمشي معانا. مشاو البيت الاخر جلسوا كاملين مقصرين وانا بقيت مقابل مالك حتى نعسات. ونعست حداها. وخا نعست حداها ما نعستش مزيان. نط بكري في الداخل ديالي جوج ديال الناس ما مفاهمينش، كاين اللي فرحان وكاين اللي خايف. حتى انا وسط من عصابه، ولكن في نفس الوقت كاينه الفلوس. الله يكون الخير وصافي. فاقوا هما من ديك القصاره ديالهم ونعاسهم. جاو لعندي خليت انا مالك ناعسه وخرجت معاهم. ركبوني في واحد الطوموبيله داوني لواحد البلاصه فيها لوزينات بزاف. دخلنا لواحد لوزينه كان ديال العنب، كيديروا فيه لومبالاج ديال العنب وعامره غير بالبنات والعيالات. داوني ديريكت لواحد البيرو. فاش قربت البيرو ركبوا لي واحد الزيف على عينيا
دخلت من داك البيرو هما اللي مقيديني، بقاو كيتمشاو بيا وحسيت بلي هبطت فشي ضروج عاد حيدوا لي واحد الزيف. فاش حيدوا لي الزيف لقيت امه ديال البشار جالسين تما كيعبروا وكيقادوا في الكوكايين. صدمت بداكشي اللي شفت. من بعد جاروني وانا غير ساكت لعند واحد خونا جالس حدا واحد البيسي وحده بزاف ديال الباسبورات ولي كارت كيشي، جلسوني حداه بداو كيدويو معاه هو كيشوف فيا. من بعد مشى واحد فيهم جاب ملاك من الدار جابوها وحطوها حدايا وهي غير ساقله. داك اللي قدامي وجالس حدا البيسي بدا كيشوف فيهم، في رجال كاملين ويشير على ملاك ويسول داك المغربي قال لي شنو سميت البنت. قلت لهم ملاك. بقى خونا عاصر على داك البيسي ودابز مع شي وراق وانا جالس كنشوف بنادم كيعبر وكيقاد في الكوكايين. من بعد شي ساعة تقريبا مد ليا جوج ديال الباسبورات، شديت الاولاني قلبتو لقيتو ديالي ما فهمت والو. سديت الباسبور بديت كنطل عليه وانا نلقى ديال الطاليان ماشي باسبور مغربي، والباسبور الثاني بحالو ديال ملاك. نطق داك المغربي وقال لي دابا راه عندك الجنسية الايطالية، الشاف ديالنا كيشكرك على كاع داكشي اللي درتي معانا، كيقول لك بلي اعتقتي حياته وحياتنا، الا بغيتي تبقى معانا بقى، ما بغيتيش الله يسر لك تقدر تمشي. قلت لي انا راه ما عنديش مشكل اللي بان لكم ديروه. سولني داك المغربي وقال لي شنو كتعرف دير؟ قلت لي الكوزينه والريسبسيون. بقاو كيدوو بيناتهم ويقول لي من بعد صافي غنحتاجوك. مد لي شي فلوس شدهم من عند الشيباني واحد الوريقه مع ساروت وقال لي الفلوس خليهم عندك والساروت ديال البارتمان فاش غتسكن راه كلشي فيها، وراه غنجيبو الحوايج للبنت والمسائل اللي غتحتاج. اما ديك الوريقه ففيها العنوان ديال واحد القهوه وهذيك هي القهوه اللي غتخدم فيها، الدراري غيوصلوك. نط وقفت وينطق داك المغربي وقال لي هشام البنت مالك دابا راه محسوبه بنتك في الوراق. قلت لي واخا صافي شكرا. غمز لي وضحك. انا مشيت مع واحد خونا وصلنا حتى للدار، شير لي بيدي زعما هاد الدار وقلت لي شكرا. ومشيت جبت الساروت دابس مع الباب حتى حليته. دخلت وانا ندور في الدار هي الاولى، كانت زوينه نقيه والماكله كاينه فيها، الثلاجه مبلانيه. من بعد بقيت جالس كنلعب مع مالك حتى نسات ونط انا كليت شويه، كان فيا الجوع بزاف. فاش كانت ناسه وقفت وبقيت كنتامل فيها، كيفاش هذه غتكون بنتي دابا قانونيا؟ هذه بنتي، انا كاع ما كنت ضارب ليها الحساب، ولكن بلاتي الا جينا نشوفوا هاد مالك راه من نهار شفته وانا الحمد لله كلشي هو هذاك. كاين الناس اللي كتحرك وكتكرفص وكتموت، انا من نهار هزيتها وانا عايش بخير. هاجي والديا نسيتهم، بان لي واحد الفيكس تما وانا نمشي ليه. درت النمره ديال الخوادريه الكبيره حنان، صونيت عليها وجاوباتني، بقات كتضحك عليا حيت ما تيقاتنيش واخا شافت النمره برانيه، وبقات غير مطلعه عليا. قطعت عليها وهزيت التليفون ديالي لاكارت ديالي ما خداماش فيه. خرجت لبرا وبان لي واحد المحل مشيت شريت من عنده كارطه، سولته واش ما عندوش الويفي، قال لي غير الكارطه فيها الكونيكسيون تقدر دوي بها كاع. دخلت الكارطه في تليفوني وانا ندخل الواتساب، والاول طلعوا لي غير النوامر اما السميات ما طالعينش. رجعت للدار وصونيت على اختي حنان ابي الفيديو، وهنا تصدمات. الصدمه الكبيره هي مني وريتها مالك والباسبورات ديال الطاليان، عييت ما نشرح ليهم ما فهمونيش، جاتهم القصه معقده واحد شويه. اما الوالده فكانت غير كتبكي، قلت لها ما تخافي والو هناك الله، انا راه من غدا الا بغيت نجي للمغرب غنجي غتهني. باقي كندوي معاهم حتى فاقت مالك على الغوات ديالهم، هزيتها وبدات كتشوف فيهم وكتضحك، عينا زاقين وزوينين. ساليت معاهم لابيل قطعت، هزيت مالك دوشت ليها ويلا بديت كنوكلها شويه. سمعت الدقان، طليت وبان لي داك الشيفور اللي جابنا واحد من الرجال، حليت الباب وعطاني جوج ديال الكراطون ومشى. دخلت حطيتهم وحليت الكرطونه الاولى لقيت فيها حوايج مالك وجوج ديال لي باك ديال لي كوش وشي لعاب، اما الكرطونه الثانيه فيها حوايج جدي وتليفون وبواطه ديال الويفي. قلت ودابا دويتو. بقيت جالس في الدار وشدني واحد الملل، حتى بديت كنسمع التليفون اللي عطاوني كيصوني. جاوبتو سمعت الصوت ديال داك المغربي اللي خدام معاهم، قال لي دوز لك العنوان اللي عطيناك ديال القهوه. قلت لي صافي. هزيت مالك والفلوس ومشيت نيت لبرا، شديت الطاكسي عطيت لي الورقه ديال العنوان. انا كان كيحسب لي غير واش شي قهوه عاديه، صح لقيت قهوه هاربه بزاف، غير الطراز ديال برا مصوب بالرخام، اما الحديد اللي مبلاصي تما غير الاخر. دخلت وبقيت غير حالف امي، بان لي واحد فيهم وانا نمشي لعنده.
درت لي ديك الضحكه الصفرا شافني وشير ليا باش نتبعو. مشيت معاه ودخلنا للكوزينه، تلاقيت مع داك المغربي قال لي دابا انت عندك 16 حيت الشهر راك باقي واكله شويه في اليد ديالك راك موعد وخا ما وصلتك لا قرطاسه لا والو. قلت لي ماشي مشكل، ما عنديش مشكل، غنعاون الخدامه. قال لي كما كيحسب لك راسك في المغرب. هضره وحده اللي كتقال، قلت لي صافي. قال لي بنتك ديال داك الشومبر راه كاينه المربيه تما غتقابلها وكتسناها. وجيت خدم، قلت ليه صافي. مشيت ديت بنتي لداك الشومبر، لقيت واحد المراه افريقيه عطيتها ليها. خرجت من بعد ومشيت للكوزينه، بديت مقابل الناس كي كتخدم. شحال من حاجه ما كنعرفهاش، ولكن واحد الحاجه اللي لاحظت، كلشي كيضحك معاك وفرحانين حيت انت وسط منهم، وكل واحد كيعيط عليا كيوريني شويه. دازت ليام وليام على نفس السيستيم، نفس البلان، نفس الروتين، ما كاين حتى شي تغيير اللي غيخليني نعاود لكم الاحداث ديال هاد الايام. بقاو ليام غادي حتى لقيت راسي متعلق بهاد الخدمه بواحد الشكل كبير. انا كنت غير باغا هو الشالف، اما دابا فوليت شاف ديال الكوزينه، داخله على يدي والخارجه على يدي، حيت كلشي كيحترمني بسبب الشاف الكبير. كلشي كيضرب ليا الحساب حيت الشاف الكبير قبيح وعنده عصابه، ولكن انا ما مدخلنيش في ديك المعمعه ديالو. فين ما مشى الشاف كان كيديني معاه. الخدمه ديالي هي الطباخ ديالو، ما كاينش شي حاجه من غير هادشي. حنا المغاربه الحاجه اللي زوينه فينا الا شي واحد تهلا فينا وكان معنا رجوله وخلصنا بالثمن اللي يناسبنا وهذا كنموتو معاه، ما فيناش القوالب. خاصك غير تبين لنا الفلوس وتبين لنا رجوله تنكونوا مزيانين، اما بالنسبه للملاك فبدات كتكبر دقه دقه. ودازوا سنوات سنوات وانا في نفس الخدمه، حتى وصلت ملاك لسن المراهقه. في هاد البيريود هادي هبطت لدارنا شحال من مره، الوريقات ديالي مقادين دابا. اما بالنسبه للملاك فعاودت لي على عائلتها، ولكن هي معلقه بيا انا بزاف، ما عمرني ديتها معايا للمغرب وديما ما كتبغينيش نمشي. وفي هاد الوقت فاش بغيت نرجع للمغرب ما بغاتش ليا كاع، حتى وافقت اني نديها معايا. قلت لها غنجلسوا جوج ديال السيمانات، وصلت بها الدرجة انها متعلقه بيا بحال شي اكسجين كثر من القياس، خصوصا ملي كيعاودوا لها الناس اللي خدامين معايا على البلانات كيفاش كبرتها وكيفاش مني انا الاب ومني الام، مني الصاحب مني كل شيء. انا دابا الخوت كنلعب في الثلاثينات ما مزوجش على قبلها، ودابا مني بغات تمشي معايا للمغرب غنديها لدارنا، من بعد غنقنعها تشوف والديها. جمعت حوايجي وراقيه وانا نقصد المطار، نشوف غير موالين الدار. مشينا فعلا للمطار وشدينا الطياره وانا مولف الطياره مزيان، حيت من غير اني كنهبط للمغرب كنت كنمشي مع الشاف لبزاف ديال البلدان. وصلنا فعلا وتحطينا في المطار ديال المغرب، قصدت ديريكت انا ويا الدار. هاد المره ما كانوش عارفيني جاي، وحيت مده طويله هادي ما جيت، شي عامين تقريبا. كنت كل شهر كنصيفط لهم رزيق باش يتعاونوا ويدوزوا الشهر، وكنت ديما كندوي معاهم ابي الفيديو، ولكن هاد البيريود ما ساليتش كاع. ملاك كتعرف عائلتي مزيان وعزيزه على اختي. وصلنا للدار ودقيت هو يحل لي الواليد. انا والواليد ما بيناتناش داك السلام والتعناق والبوسان، الناس القدام راكم عارفينهم، ولكن حيت خبرت هضره واحده اخرى تعانقنا انا وياه حتى ملك عنقاته. ودخلنا للدار حسيت بواحد راحه كبيره مخلطه بواحد الفرحه. كانت الوالده واختي ديك الساعه خرجوا يتقداو في السويقه، وكاين غير الواليد. جلست الوالد كيشوف فيا بعينين مدمعين ومخلطه معهم الفرحه، لابس جليبه خفيفه وداير خاتم ديال النقره في يديه كيبري، وريحه اتاي والخبز عاطيه والغوات في الزنقة. ملاك بقات جالسة قدام الواليد، أول مرة كتشوفو فاص. الضحكة ما فاقاتهاش كاع ملي دخلنا للدار. من بعد سمعت الباب تحل وسمعت النقير ديال الوالدة ما كتبدلش، نطت بواحد الخفة ومشيت كنجري، ما شافتني وهي تغوت. عامين هادي ما شافتني، بدات كتقول غير الله أكبر الله أكبر، ولدي رجع، هاد المرة ما باقيش تمشي. قلت لها راني ما كنتش في الحبس وكنت كنجي نطل لأميمتي، راه عامين هادي. سلمنا مزيان وبردوا الخواطر، هزت الوالده صندالتها وبدات كتعطيني الظهر. قالت لي عامين ما جيتي، وفين ما نقول لك جي كتهرب لينا على الموضوع. قلت لها والله ما ساليت غير الخدمه امي. قالت لي واش داك النهار الاول تحرق، تخيل كون كلاك الحوت في الطريق. ملاك كانت كتفهم الدارجه مزيان طبعا، تفرشخات بالضحك. اول ما غيبان لها بحال الديكور كنت هارب، والوالده تابعاني وهي تنطق ملاك، وقالت لهم بابا ما عمرني شفته هربان بحال هكا. قال لها الوالد راه الدولة اللي تابعه وزيدونا شي يكون باك. قالت لي كون تشوف كيفاش كيعاملوه تما.
كندرتو لي زربيه حمراء قدام الباب. انا تزادت فيها نغزه، قلت لهم الله يجيب اللي يقول الحق. صوبت لينا الوالده المسمن، وهاد المسمن شحال هذا ما كليته، وكان داير لينا الوالد اتاي صحراوي وشي حلاوي حتى هما من عند اختي. حلاوي كانوا لا علاقه، اختي غير فار عليا راسي بالطياب، ساما كتعرف طيب والو. جات الغيره مني حيت انا شاف في الكوزينه. خرجت من بعد الزنقه نشوف الجيران والصحاب، دس على صحابي المهمين واحد بواحد. نسمعوا عندي بنيه كيحسب لهم بلي تزوجت ولا مزوج، كيسولوني ويقولوا لي اش اخبار المدام. طلعت من بعد عند واحد خونا كيري الطوموبيل باش نحوص مع مالين الدار، ولكن في الحقيقه بغيت نمشي بها للدار ديال بابا ملاك اللي سميتو ابراهيم. شديت الطوموبيله وقلت لمالين الدار لا شاء الله برا. كلشي قال لي لا يلاه جيتي غير جلس، ما عندك فين تخرج. قلت لهم لا خصنا نمشيو نخرجوا نتعشاو. لبسوا كلهم حوايجهم وخرجنا تعشينا ورديتهم للدار. دخل كل واحد باش ينعس، مالك نعسات حدا خالتها حيت عزاز على بعضياتهم. اما الصباح فقت انا فطرت، قلت لمالين الدار نخرج انا ومالك نتقداو شي حوايج. لصقاتني نيت اختي وخرجت معانا. قلت لمالك غنمشيو عند والديك. شفت فيا ويا الدمع، قلت لها شوفي غادي غير تشوفيهم اما والله ما نخليك ليهم. قالت لي واخا. هزيت العنوان من تليفوني حيت قيدته من شحال هادي في الجيميل، درته في الجي بي اس ومشيت. موقفت حتى للشارع فين ساكنين، بديت كنسول على ابراهيم، حتى واحد ما عطاني راس الخيط. كلشي قال لي ما كنعرفوش. قلت ويلي مال هادو. يلا بغيت نمشي، ووقفني واحد الشيباني كان جالس في القهوه. قال لي اش بغيتي السي ابراهيم؟ قلت لي والو، محتاجو في شي امور عائليه. قال لي اعطيني لاكارت ديالك. بديت كنضحك وقلت ليه اش جاب لاكارت للهضره. قال لي لاكارت ديك الساعه نقول لك علاش. عطيتو الباسبور ديالي وقال لي انت براني مرحبا، شوف غتمشي نيشان مع الشانطي، منين توصل لرون بوان دور على اليسر، الفيلا الاولى لا، الفيلا الثانيه راه الباب ديال الخشب ومنقوش فيه بالشلحه. قلت لي شكرا. شديت الباسبور اللي قلبوه ومشيت في الطريق. بديت كنقول محال واش هذا هو ابراهيم. قالت لي مالك، واقيلا السيد نعت لك شي عنوان اخر. قلت لها اللي سول ما كيتجلاش، نمشيو لديك الفيلا، ما لقيناش نمشيو في حالنا. قالت لي صافي. مشينا للفيلا اللي نعت لنا خونا، دقيت مزيان في الباب اللي كان منقوش فيه بالشلحه. حلت لي واحد الخدامه اللي كانت كبيره في العمر. قالت لي نهام شنو حب الخاطر؟ قلت لها واش هادي الدار ديال ابراهيم؟ قالت لي اه شنو بغيتي؟ قلت لها بغيتو هو، خصني نشوفو هو باش ندوي. قالت لي تسنى. سدات الباب. من بعد جا واحد جوج ديال الحلالف حلوا الباب ووقفوا كيشوفوا فينا انا ومالك، هما يقولوا لي ادخل. دخلت معاهم وانا مازال ما بانت لي الصوره الواضحه ديال هادشي كامل. دخلنا لداخل هو يبان لي ابراهيم جالس فوق من واحد الفوطوي، والله الا هو كبر في العمر وتبدل بزاف، ولكن انا عاقل على وجهه مزيان. قلت ليه سي ابراهيم شرفتي شويه. قال لي اختصر راني ما مساليش ليك، شنو بغيتي؟ قلت ليه الا جيت نختصر انت اللي غتضيع. قال لي شنو حب الخاطر؟ مالنا على الالغاز. قلت لي انا هو ذاك الولد اللي عطيتيه بنتك في مارينا، اش كانوا البوليس غير حصلوك. خرج فيا عينيه ويتلفت الملاك اللي كانت واقفه حدايا باينه غير من عينيها. ابراهيم ومالك عندهم نفس العينين. قال لها مالك يلا بغي يجي غير حداها وهي تخبى من مورا ظهري. قلت لي فين زربانه معلم؟ قال لي بنتي ياك؟ قلت لي كانت بنتك، انا جيت غير نوريها ليك. خونا مع الفرحه بدا كيغوت كيعيط على بناته شيماء ومريم وكيقول لهم ختكم جات. سمعت صوت الغوات وما يبانوا لي جوج ديال البنات قاصديننا، وحده كتشبه شويه الملاك والثانيه قرطاسه. الجمال ديال الدنيا داتو، الزين والطوله والانوثه، غير من الجريه كيبان البرهان. بين خواتها الكبار وكبار منا، بقيت انا مخنزه وجول عندها نيشان. بداو كيدويو فرحانين، اما انا فداني ابراهيم الصالون مع بنتي، ما خلاش من مورايا. قصينا وهضرنا شويه ويقول لي والله عمرني ما ننسى لك خيرك، ودير بنتي هي بنتك، ووقت ما بغيتيها دوز تشوفها. قلت لي كيفاش؟ منيتك كدوي. قال لي مالك شنو خاصك الفلوس؟ انا نعطيهم لك. شفت فيه وانا نوقف. قلت لي ابراهيم الا انت تبدلتي وتزادوا عليك الفلوس حتى انا تبدلت، وماشي غير تزادوا عليا الفلوس، زاد حتى القرايط. قال لي احترم راسك وعرف راسك مع من كدوي، راك كدوي مع رئيس الجماعه. قال لي يا بنتي غتبقى معايا. قلت لي شنو كياكد بلي هي بنتك؟ بقى كيدور في عينيه وقال لي ولدي عافاك راني ترزيت فيها، شحال هادي؟ ما بغيتش مازال نترزى فيها. قلت لي هذيك دابا بنتي وعندها جنسيه اوروبيه
وكنيتها كنيتي، وهي شاهدة على هاد الهضرة. قال لي غدرت معاك الخاطر بزاف حتى عييت. هنا هو يغمز لدوك خوتنا اللي كانوا واقفين من مورانا. شدني واحد فيهم من ظهري وقلت لي حبس، واش عارف راسك مام كتلعب؟ قال لي معامن. نقزت ملاك وقالت ليها بابا راه هو اللي دليمنا ديال واحد الزعيم ديال المافيا. داك اللي شدني من كتافي تخلع، نطق بشويه وقال لهم من بعد. نطقت انا وقلت لي عمرك دفنك شي واحد وانت حي، ولا عمرك طيبك شي واحد في شي قدره، ولا بلاتي عمر شي واحد علقك وخلك معلق مقلوب والكلاب تحت منك ما واكلين السيمانه وكاين يشوف اللحم ديالك وانت باقي عايش؟ راك باقي ما عارف عليا والو. نقزت وحده من البنات خواتة ملاك وقالوا لباهم بابا عطيه بنتو. شدت ملاك من يديها وقربتها ليا. طلق مني داك خونا وقالت لي سير اخويا الله يعاونكم جوجكم. شفت داك باها الاصلي وقلت لي اسمعني مزيان، هادشي اللي درتي معايا ما غاديش يدوز بخير، اي واحد غلط غيخلص. المره الجايه نشوف كمارتك كون اكيد غنحيد لك ودني من بلاصتو وغنصفي على هاد العائله ديالك كامله. جبت الباسبور قلت لي ياك مال مغرب هذا، انت الى رئيس جماعه كيحتارموك اللحاسه، انا راه بلاد على قدام معروف فيها. خرجت في حالتي انا ومالك بنتي، طلعنا للطوموبيله وكانت كتغوت وكتبكي. قالت لي ما باقيش تجيبني لهنايا. شحركنا لواحد البلاصه وانا خارجها من الطوموبيله، اختي بقات في الطوموبيله هاد البيريود كامله. شفت في مالك وقلت لها سمعي انا دابا ضميري ارتاح من اللي ديتك باش تشوفي باك الحقيقي، ودابا ما غتفرق بيناتنا غير الموت. فرحات وعنقاتني وطلعنا للطوموبيله. مشينا في حالنا وقلت لحنان اختي دير بحال اللي ما سمعت والو. تحركنا للدار احنا بدلنا الجو، نسينا داكشي اللي داس. دورت والديا مزيان في المدينه وسال الكونجي ديالي، وانا نرجع على حساب الخدمه ديالي انا ومالك. مالك اصلا حتى هي قاريه عندها القرايه ديالها، ومن شديت كونجي ديالي كانت عندها عطله. فاش رجعت للخدمه سولوني كي دوزت العطله وعاودت لهم شنو واقع ليا مع داك ابراهيم. اكثريت الرجال قالوا لي كون صونيتي لينا. قلت لهم ماشي مشكل فيها خير. بديت الخدمه عادي نفس الروتين، ولكن هاد المره غادي تزاد عندي كراط وسط من المماعه، غيولي حتى انا عندي السلاح وجوج ديال لي بوديغارد معايا، وغتولي عندي عضويه وسط من الاداره. داز شهر تقريبا من مور المجيه ديالي لهنايا، تعلمت السلاح وتعلمت شحال من حاجه في هاد الشهر هذا. ومن بعد هاد المده وصل لي واحد الميساج في الجيمايل. فاش طليت على داك الميساج تصدمت، كانت واحد التصويره ديال اختي مربوطه بقنبه، تحت منها مكتوبه اختك مقابل مالك، ومكتوبه واحد النمره مغربيه. كوبيت ديك النمره وانا نصوني عليها. جاوبتني واحد المراه وقالت لي على سلامتك واش يلا وصلك الميساج، اختك غنبقى لها والو تموت، خصك تعتقها قبل ما تموت، ولا بغيتي تعتقها ما خليتهاش تكمل هضرتها وانا نقطع على التليفون. تهديد ديال العبار. جات لعند بيت الصابون بغات تزلق. هزيت تليفوني وكنشوف التصويره ديال اختي مسكينه، والله العظيم حتى نغيب عليهم ديك الدار، ما باقيش غيشوفوا شي نهار زوين في حياتهم. عيطت على دومينيك. دومينيك هي واحد المراه مكلفه بنتي. قلت لها شوفي غتقابلي بنتي حتى نجي، ولا جا عندك شي براني ما تفكريش بزاف تيري ليه في راسو. قالت لي اوكي الشاف. خرجت من الخدمه ومشيت نيشان اللوكال فاش كيتجمعوا الرؤوس الكبار ديالنا. تلاقيت مع سيرجيو. سيرجيو هو راس صحيح. عاودت لي شنو كاين. شديت ديك النمره اللي عيطت فيها وجاوبتني ديك المراه قالت لي خصك تعتق اختك. النمره اللي خلاو ليا. قلبنا ديال من ديك النمره لقينا ديال واحد خونا خدام مع داك ابراهيم. هادي هي البتسالة. فاش عاود للرجال ديالنا كاع داكشي اللي واقع، العصابه ديالنا جمعت كثر من 30 راجل. تقسمنا على جروبات، كل جروب والاختصاص ديالو. عاد خلي عليك شي وحدين ديال الرجال ديالنا كاينين في المغرب، كان كلشي كيحتارمني على الخدمه ديالي معاهم لسنوات، والتعامل ديالي معاهم برجوله. الامر اللي عطيت اني ما بغيتش ابراهيم يكون لا حي ولا ميت، بغيت يكون مقرض، وكاع الناس اللي كانوا معاه بغيتهم يشوفوا النهار الكحل. رجال كاملين ركبوا في الطوموبيلات وكلشي هز الباسبور ديالو. طائره خاصه كاينه عند سيرجيو. شدينا الطريق للمغرب. وسط من الطياره كيبانوا لي غير الفراده مشتتين والسيوفه كيتمضاو، ما كاين غير الكاتانات والسيوفه ديال الساموراي. انا زربان ومكرهتش الطياره تحطني دابا، نمشي لعندو ناكلو. غديت لي فيا ربي اللي عالم بيهم. وصلنا للمغرب وهبطت في المطار وحتى حاجه ما قلتها لبنتي مالك. ولقينا رجال ديالنا اللي في المغرب مقادين لنا الطريق كامله. خرجنا من المطار لقينا بزاف ديال الرجال كيتسناونا، امه ديال البشر كتسنانا. حتى حد في المطار ما سولنا على السلاح،
خرجنا من اللور. تخيل معايا كون ما كنتش مع هاد العصابة هادي وقع لي هاد الموقف هذا، ما غنلقى ما ندير، ما نقدر ندير والو من غير نديكلاري في البوليس نتسنى حتى يجيبوا لي اختي مقتولة ولا شي لعيبة. ركبنا تاني في الطوموبيلات اللي كيتسناونا وشدينا الطريق لعند ابراهيم. ما وصلناه زيت الفردي ديالي وانا ندق انا الاول. حلت لي هذيك المرأة الخدامة الكبيرة في العمر وانا ندفعها. تبعوني امة ديال البشر من مورايا. دخلت وانا نلقى ابراهيم مقصر هو وشي شراف معاه كيشطحو حداهم البنات. انا من السم اللي فيا قصدته وشنقت عليه، لصقتو مع الحيط قلت لي اختي فين هي. بدا كيضحك وقال لي ما تعصبش هناك الله راه كاينه في الامان. درت لمو الفردي وسط من فمو قلت لي شوف هضره وحده غنقولها لك، اختي دابا تجبدها ولا نفرقع لامك راسك كامل. قال لي كاين شرط. يلا كمل كلمه الشرط تيريت لي فراسو طيحته قدامي ميت. وانا نطق وقلت لي مازال ما تزاد هذا اللي غادي يعطيني الشروط. شفت في الرجال ديالنا وقلت لهم قلبوا لي على اختي واي واحد بان لكم هنا جيبوه ليا. بداو كيجمعوا تما في دوك البنات اللي جايبين دوك الشراف صحاب الكروش. هنا هو يجيب لي واحد من رجال خواتات مالك من واحد البيت، شيماء ومريم. نطقت وقلت لخواتات مالك اختي حنان اخر مره شفتوها حتى وحده مبغات تدوي. تيريت لواحد الشيباني في رجليه هما يبداو كيدمعوا. قالت لي وحده فيهم بابا راه كاين مع واحد العصابه في الدار البيضاء، شدو اختك وداوها لتما. هينا ما نقولوا لبابا يخلي الزمره ديال اختك تمشي في حالها. حطيت لها السلاح على راسها وقلت لها اختي ماشي زمر واي واحد غلط غادي يخلص. تيريت لها وسط من راسها وما عقلتش عليها. عطيت الخط الاخرى بالظهر وقلت للرجال حتى واحد ما يبقى عايش كلشي يموت. وانا نسمع صوتها قال لي عافاك. لفت وشفت فيها مزيان قلت لهم خليوا هذه حيه جيبوها معاكم. وحده من خواتات مالك وحده ماتت وحده بقات حيه وديناها معانا. خرجت من تما وبديت كنسمع التكزار والقرطاس خدام. طلعت للطوموبيله وجلست حتى جاو جابوا ديك البنت. قلت لها شنو سميتك فيهم انتيا؟ قالت لي مريم. قلت لهم يلا يبقاو سته ديال الرجال هنايا ينقوا الدنيا كامله يغبروا الادله وكل شيء. خليت الرجال تما وتحركنا للطريق ديال الدار البيضاء انا ورجال الاخرين. دخلنا للوطوروط وانا نسد الدجاج اللي بيني وبين الشيفور. وانا نقول لديك البنت مريم قولي لي اختي حنان فين كاينه؟ ما بغاتش تدوي مسخوطه. قلت لها اخر مره غادي نسولك كان العمر ديالها تقريبا شي 20 سنه. شافش فيا وهي تلفني حسيت شويه بلي حنيت. بنت الهم عينها زاقين وفمها منفوخ البشره ديالها بيضة بحال الحليب. وهي تقول لي اختك كاينه في كازا. قلت لها بلا ما تفهمي عليا كازا عارفينها وفين في كازا. قلت لي واش ما عندكش ضمير واش ما فيك نفس؟ قتلني حتى انا اش كتسنى ولا عرفتي شنو لوحني في الطريق حسن. بقيت كنشوف فيها وساكت. قلت لها شوفي شنو غنقول لك باك غلط معايا بزاف وشد لعند اختي اللي ما دايره لي والو. قالت لي حتى انت قتلتي لي اختي وعلم الله يمكن اغتصبوها. قلت لها حنا نفسنا شبعانه كنا عندنا شي حوايج اهم من الاغتصاب انا نقتلو ما نغتصبش. شافت فيا وهي تحدى راسها حطيت لها الفردي على راسها. قلت لها ما تخلينيش نعاود الهضره جوج ديال المرات. خدنا تخلعات وتجبد تليفونها من جهه السدره. دخلت الواتساب وهي توريني اللوكاليزاسيون. حليت الدجاج وعطيت للشيفور اللوكال وقلت ليها فين غتمشي. سديت الدجاج وضربت الطم. غادي تسولوني علاش قاصح لهاد الدرجه وما كنتش مجرم من قبل ولكن كنت كنشوف كل شيء قدام عيني مع المافيا كاع التفاصيل قلبي قصاح ولا حجره. قلت للعائله لا ما نقدرش نصبر ما بغيتش نخلي من موراي شي دليل. هذيك مريم اللي هدايا بكت تعيات ونسات. اما حنا فوصلنا لكازا كان ليل ديك الساعه. وقفوا الدراري كاملين بالطوموبيلات تاكدنا مزيان بلي حتى شي واحد ما تابعنا وتحركنا اللوكال. تحركنا على رجلينا حيت كنا ديجا قربنا عليه. الطوموبيلات سديناهم وخليت فيها مريم. جبد واحد من الدراري الشكاره ديالو جبد منها الدرون وفيها واحد الجهاز ديال عدم التعقب. بقى طاير بديك الدرون وكيقرب فيها. صورت لينا ديك البلاصه كيفاش دايره وكانت عباره على واحد الوزين ديال السيما. المشكل كاينين بزاف ديال الناس وبزاف ديال لي كارد كور حيت الدرون كان مركب فيها. انا تلتقط ديك الحراره ديال الجسد ديال شي كائن حي. المشكل في هادشي كامل انه رجال كتار في ديك البلاصه وقريبه منهم واحد القشله ديال العسكر وكانوا فيها العسكر في الليل كيدغينيو. هزلت الجروب ديال القناصه وقلت لهم يتشتتوا على مسافات مختلفه. وعيطت على الجروب ديال دوك اللي متغينين بزاف شي حلالف قلت لهم انتوما اللي غادي تدخلوا الاولين
ولكن حتى نعطيكم الإشارة. هزوا سلاحاتكم وركبوا فيهم السيلونس، ما بغيناش الصوت وما بغيناش نوضوا علينا القشلة ديال العسكر. تمينا غادي مجموعين وجدت السلاح ديالي درت ليه السيلونس، تأكدت من رجال كاملين. قربنا حدا لوزين وانا نصوني على القناصة، قلت ليهم يتيروا في العساسة اللي في الباب بالسيلونس، وبالزربة دوك العساسة طاحوا. ما طاحوا الله، دخلنا عليهم بحال السوسة، دوك الحلال سبقونا باش يسرحوا الطريق. ما الاخرين بداو كيزيروا في البشر، ولكن لقينا تما أمة ديال البشر بداو تاهما كيتيروا فينا، وانا تخبيت من مور واحد البوطو ديال الضو وبديت كنتيري بحال ايتها الناس. تخبيت وبديت كنتمشى بشويه، بان ليا واحد الباب صغير في واحد القنت، قصدته مع دفعته ويطيح كامل. يلا بغيت ندخل وانا نسمع واحد القرطه صح دودني، دازت فرفاره زقلاتني. بديت انا كنتيري وجبتها في هذاك اللي زقلني، سمعت واحد من الرجال ديالنا غوت وقال بلي صافي راه سالاو خوتنا. تلفت وبانوا لي مطيحين هذوك في الارض، كل اللي ميت كل اللي باقي طايح كيتالم، وكل اللي شادينه رجال. قلت لهم كلشي تصفى تحت ما يبقى حي، وبديت مع شي رجال كنقلبوا على اختي. لقيتها في واحد الطواليط مربوطه، ما شافني بدات كتبكي. قلت لها شنو داروا ليك؟ قالت لي ما مسني حتى شي واحد ولكن خلوني بالجوع. قلت لها من النهار عقلت عليك اختي وانت كتفكري في كرشك، يلا نمشيو. بديت كنحلها في القنبه ونسمع شلغوات. القشله ديال العسكر جابت لينا الخبار. تلفت لعند الدراري وقلت لهم ما تستعملوا السلاح نهائيا، صافي حطوا السلاح ديالكم. وقلت لهم ما تدويو وما تقولوا حتى شي حاجه. دخلوا العسكر زيرونا تما، روندا وداكشي للبوليس. داونا البوليس وجمعوا داك السلاح كامل، حتى واحد فينا ما كينطق حتى يجي المحامي ديالنا. 24 ساعه وحنا عند البوليس، حتى فينا ما دوى، حتى جا المحامي ودار لقاء معايا. جلست انا وياه وقال لي القضيه صعيبه شويه، بدا كيشرح ليا. قلت لي دابا عطيني شي حل، قال لي كاين الحل ولكن انت الخاسر. قلت لي غير وريه ليا. قال لي غتعرف بلي انت الزعيم ديال العصابه، انت اللي جبتي الدراري للمغرب وانت اللي عطيتيهم الاوامر. قلت ليه هو الدراري غير خرجوا بهذه الطريقه؟ قال لي غير خرجوا بكفاله ماليه، حنا غنعرفوا كيفاش نديرو. انا بلا ما فكر قلت لي صافي الله يسخر. قلت لي المهم هو اختي، ياك ما وقع لها والو. قال لي راك عارف السياسه ديالنا، اللي مات معانا وما فرجناش كنتعاملوا مع راجل، بنتك على راسنا وعينينا وحتى عائلتك. قلت لي عارف اللي كاين، يلا بغيت نودعو. ويقول لي ديك البنت اللي باقا في الطوموبيل شكون هي؟ قلت لي مريم بنت داك خونا اللي شفر لي اختي. تحرك المحامي خلاني، اما بالنسبه لي انا فداوني عند وكيل الملك، اعترفت بكل شيء وسنيت على المحضر وداوني نيشان المحكمه، عاودت اعترفت بنفس الحاجه قدام القاضي، ولكن مازال ما عطوني الحكم حيت القضيه مرونه. انا ماشي مغربي وقاتل فوق من 20 واحد ودير تكوين عصابه وحيازه السلاح الغير مشروع، كانوا تما حتى العسكر داخلين في هادشي. قضيه مرونه ديال بصح، غير هو على ما سمعت في الحبس كيقولوا يا المؤبد يا الاعدام، وبجوجهم خايبين. ما عندناش انا ما كنتش كنرحم ونستاهل القانون يطبق عليا. دوزت واحد السيمانه تما معزز مكرم، حتى واحد ما زعم عليا حيت بنادم اللي ما كيخافش كيشموه من بعيد، حتى من السلامه كيقولوهاش ليا. كلشي خايف مني، ولكن حتى انا راه كندير شي تخنزيرات ومع الفورمه اللي عندي كنخلع نيت. واحد النهار كنت متكي حتى جا عندي داك الكارديان قال لي عندك الزياره، مشيت نشوف شكون اللي جا لعندي. قلت يا اما ملك يا اما اختي، الساعه لقيتها مريم اخت ملك. ما شفتها وانا ندور وجهي بغيت نمشي، عيطت عليا بسميتي، شفت فيها وقالت لي بغيت ندوي معاك. مشيت لعندها وقلت لها شوفي انا قلت لهم اللي كاين وتحملت المسؤوليه ديالي، وقلت لهم حتى بلي راني خطفتك غير تهناي. قالت لي انا ما شهدتش ضدك، انا شهدت معاك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كما سمعتي، قلت لهم بلي الوالد هو اللي شفر لك اختك وبلي هدك بلي لما قتلتيش الناس اللي تما ما غاديش يخلي اختك عايشه، وزيد عليها انا بنتو كنت حاضره، وقلت لهم مشيت معاك بالاراده ديالي، والناس اللي ماتوا في دارنا ماشي انت اللي قتلتيهم. قلت لهم بلي بابا اللي هز السلاح وتيرا فيهم حتى فراسو، وانت غير هزيتي سلاحه وهربتي معايا باش نقلبوا على اختك. قلت لها دابا راه كاينه الشرطه العلميه، واخا الرجال ديالي غبروا الجوتات فراه دغيا يقدروا يجبدوا الجوتات فين كاينين وعارفوا شنو كاين والادله اللي كاينين في الدار، واخا نغبروا تنعياو غيبقاو تابعيننا، خصوصا دابا شاديني يعني انا كاين عندهم. قالت لي دابا انا قلت لهم شنو كاين وانا الشاهده الوحيده والاساسيه. قلت لها علاش غديري هادشي كامل وتعاونيني؟ قالت لي بابا كان معدي علينا
ولا الناس. ملي شفت ملاك كيفاش متعلقة بيك ومعلقة بيك عرفت بلي بابا غير مكبرنا وما تربيناش وسط من الحنان ديالو كيما ربيتي انت ملاك. هو كيشوف غير مصلحته. انت اختكم ما فرطتيش فيها ودخلتي للحبسه قبلها وما عندكش المشكل، واخا انت ما كترحمش بنادم ولكن عزاز عندك عائلتك وبابا اللي جبتك فاش رجعتي للمغرب. قلت لها شكرا بزاف على هادشي كامل. دورت وجهي ومشيت، ما بغيتش نبين لها بلي تاثرت بهضرتها. رجعت لبلاصتي ودازت سيمانه واحده اخرى، واليوم عندي المحكمه حيت كاين النطق بالحكم. مشيت عادي ودخلت المحكمه، جات الصحافه وجات امه ديال البشر. مع دخلت المحكمه لقيت الشاف ديالنا كاين تما وحتى مالك واختي امه لين الدار. كلشي فرحان من اللي شافني. كانت تما حتى مريم اخت مالك، وكانوا بزاف ديال الجمعيات اللي واقفين معايا جايين من طاليان، والقاضي والمحامين كتار معايا بداو كيدويو وانا مرفوع كمان من الزك اليوم كنتسنى غير امتى تنطق بالحكم. واحد شويه بغى ينطق بالحكم وانا كنشوف الشاف كيضحك وكيقول لي اليوم غادي تخرج. بقى داك القاضي قبل ما ينطق بالحكم كيبين بلي انا بريء وبلي انا غير مظلوم وبلي راه المسؤول هو بات ملاك هو اللي دار داكشي با الاصلي. عرفت بلي القاضي واخد بزاف ديال الفلوس وقيت الحكم تحكم بغرامه ماليه. هي الغرامه واصله بزاف ديال الفلوس تقريبا شي 86 مليون ولكن هانيه. بدات ملاك كتغوت تما فرحانه وحتى عائلتي. اما انا فرجعوني للحبس دوشت وبدلت سنيت على الخروج ديالي وما يعطيوني التليفون ديالي والبسطام ديالي وخرجت في حالاتي. لقيت امه ديال البشر كتسنى وحتى الشاف هو اللي سبق من الاولاني دوا معايا قال لي في اخبارك خروجك قدامنا 300 مليون مجموعه وبزاف ديال التدخلات وبزاف ديال الريوصه في البلاد ديالك خدموا تليفوناتهم على قبل هادشي باش عرف بلي حنايا اللي خدم معنا راجل ما كنخليوش. عندك تو مشيت سلمت على كلشي وركبنا في الطوموبيله وتمينا غادي للدار ديال الوالد. الرجال كلهم بقاو على برا ومشيت انا دخلت. ما تلاقيت مع الوالد قال لي هكا يكونوا رجال وهكا كيدافعوا الدراري على عائلتهم حتى الا مت غنكون مرتاح. نقزت الوالده وقالت لي اش كتخربق وشافت فيا قالت لي نهار ترجع للحبس ما تعرفني ما نعرفك. يتقول لبا في بلاصه ما تدور فيه جالس كتزعم فيه باش يرجع عاوتاني للحبس. بست الوالده راسها وقلت لها ما راه واحد اخر يمس شي واحد عائلتي غنمحيه من الارض. فهذاك النهار جا لعندي واحد من الدراري وقال لي بلي الشاف بغى يشوفك راه كاين في الطوموبيله. خرجت لعندو ودخلت عندو الطوموبيل وجلسنا بقينا كندويو وقال لي كنتي عزيز عندي ودابا زدتي عزيتي عليا ملي تحملتي المسؤوليه ديالك كامله بحالك بغيتهم ديما حدايا. الغرامه تخلصات وكلشي تخلص وعندي لك واحد الكادو زوين مازال ما غنقول لكش عليه حتى تجي وقته. ارتاح لك مع راسك عندك عطله وقت ما رشقات لك جي لعندنا وشوف لك شي بنت الناس راك مفرط على راسك ديما الخدمه الخدمه الخدمه. ارتاح وعطي لراسك راحه وصرف على راسك شويه. قلت لي شكرا بزاف. قال لي الطوموبيله هذه اعتبرها ديالك حتى الا بغيتي شي شيفور نخليه معاك. قلت لي لا صافي الشيفور بلاش انا خصني نيت نرتاح. توادى معايا السيد وخرج من الطوموبيله مشى هو ورجال كاملين وانا دخلت للدار. دويت مع مالين الدار قلت لهم هاني جاي وخرجت هزيت الطوموبيله نيشان لعند مريم. دقيت وهي تحل لي الخدامه ديالهم ودخلت نيشان لعندها. كانت مازال خايفه مني جالسه في الصالون وغير شافتني التبلوكات ووقفت مصدومه. بدات كدور في عينيها وقلت لها ممكن نجلس؟ قالت لي مرحبا. وشافت في الخدامه وقالت لي امي حاده جيبي لنا شي حاجه نشربوها. جلست وقلت لها شنو اخبارك؟ كنت بغيت نجيب معايا ملاك وخفتك. قطعتني وقالت لي علاش غتخاف؟ مالك راه اختي خصني نيت نشوفها. قلت لها مالك خايفه مني؟ ركزت مزيان وبانت لي كتشوف في الفردي ديالي وانا نقول لها ما تخافي والو. بدات كتضحك وقالت لي اللي خاف نجا. وقفت انا باش نمشي ونتوادع معاها ومديت لها يديا. قلت لها سمحي لي بزاف الا غلطت معاك. سلمت عليا وهي تقول لي غنمشي معاك باش نشوف مالك غنكون فرحانه الا شفتها. قلت لها ما قلتي عيب. ديتها معايا والطريق كامله لاحظت انها كتشوف فيا بنص عين. خليتها حتى وصلنا لواحد البلاصه خاويه وانا نفراني بالطوموبيله. شفت فيها وهي تتمر. قلت لها غنعترف لك بشي حاجه ولكن بيناتنا. قالت لي شنو هي؟ قلت لها من النهار شفتك وانا متعلق بك. قالت لي لاحظت بحال هادشي ولكن ما كنتش متيقه. قلت لها ولكن انا باقي مازال ما عارفش. قالت لي شنو غتعرف؟ قلت لها جاتني ناقصه نكون باغي البنت اللي مربي لها اختها. قالت لي ها انت قلتها مربي لها اختها ماشي والدها.
بقيت كنشوف فيها وانا نعنقها، وزقات هي وعنقاتني. من بعد تحركت بالطوموبيله لجهه الدار. دخلنا للدار ومع شافو مريم هبطوا عليها بالبوسان والتعناق حتى ارتاحوا منا. ينطق مريم وقالت الملك ممكن واحد دقيقه، راه باباك بغى يدوي معاك. ويتغمزني مريم، فهمت شنو بغات. نط خرجت انا وملك، بغيت نعاود لها الاسطوار ديالي مع مريم وبلي غنبدا معها علاقه. عاودت لها وقالت لي اللي بان لك، واخا انا ما مرتاحاش لها. قلت لها علاش؟ قالت لي ديما كدير الماكياج بزاف ودايره لي لونتي. قلت لها باش عارفه دايره الماكياج بزاف؟ قالت لي راه باينه، شوف غير وجهها وزيد على الشعر ديالها غير صابغاه، راه ماشي شابه. انا ما كرهتكش بابا تزوج اليوم قبل من غدا، غير هو اختي جاتني في شكل. عطي الخاطر لراسك. قلت لها صافي يكون خير. خرجنا ودوزنا نهار بخير. والغد اللي عرضت عليا مريم للغدا في دارها انا ومالك، وفعلا في الوقيته هزيت الطوموبيله ركبت مالك وتحركنا لعندها. ما دقيت وهي تحل لي مريم. قلت لها فين هي المراه اللي كانت كتحل لينا الباب؟ قلت لها اين المراه؟ امي حاده موجوده غير كطيب الغدا. دخلوا دخلوا. دخلنا انا ومالك وانا شكيت بلي كاينه شي حاجه ماشي تالي. قلبت الفردي ديالي لقيته في بلاصتو. جلسنا في الصالون وبقيت كنلعب الملك في شعرها. واحد اللقطه حسيت بواحد الضوء طالع ليا من التحت ديال ظهري حتى للفوق، وانا نحس بواحد التبوريشه ومعوقفته وانا نطيح على وجهي وفقدت الوعي. فاش فقت لقيت راسي داير ليا واحد الزيف على وجهي ورابطيني، ما كنشوف والو. بديت كنغوت حتى واحد ما كيسمعني. شويه بديت كنسمع الضحك ديال شحال من واحد. بقيت مدابز مع القنبه وما قدرتش نحركها حيت كنت مشدوده مع شي بودره. سقلت واحد شويه وبديت كنسمع شي رجلين كيتحركوا لجهتي. شويه تحيد لي الزيف. لقيت ديك مريم بقات كتشوف فيا وانا ما فاهم والو. هي تحيد داك الشعر اللي دايره على راسها، كان غير بيوريك مركباه. حيدت لي لونتي. اختنا كانت سمراء. قالت لي عرفتيني شكون انا؟ قلت لها باش غنعرفك؟ غنتي بنت ابراهيم. قالت لي لا، انا بنت واحد كنتي انت السبب حتى مات، وعصابتكم كانت باغا تقتلني وما لقاتش كيفاش توصل ليا. انا رزيتيني في بابا شي 16 عام هادي، حياتي وما عشتهاش كيف بغيت. بقيت تابعك حتى عرفت شكون انت وشكون بنتك وشكون باها. عرفت عليك الصغيره والكبيره وبقيت تابعك حتى جيتي للمغرب انت وبنتك باش نرزيك فيها كما رزيتيني في الوالد ديالي. قلت لها راك غالطه، ماشي انا هذاك، غنشوف شكون اللي قتل لك باك. هزت التليفون ديالها وورتني واحد الفيديو ديالي. النهار الاول فاش حركت البراء في ديك القهوه فاش دخلت ليها عقلته، فاش داك خونا كان هز السلاح على رجال ديال العصابه وتلاحيت عليه وتيراو فيه. صدمت وشافت فيها مريم هي تحل لي القميجه وقالت لي هاد الضربه ديالاش ماشي القرطاسه اللي تيراو في با وقاسك. قلت لها انا كنت غير ما بغيتش يموت شي واحد داك النهار وغير دافعت عليهم، وما كنتش عارف بلي هما عصابه. بقات كتشوف فيا وانا نقولها غير قتليني راني ما خاسر والو. قالت لي كون بغيت نقتلك كون خليتك في الحبس تعفن ولا يحكموا عليك بالاعدام، انا بغيت نعذبك بشويه بشويه، بغيتك تموت وانت كتشوف فراسك كياكلك الدود. قلت لها مالك فين هي؟ خلينا من هاد الهضره. قالت لي غير تهنى مالك، راه قتلناها باش نيت الضمير كيضرك شويه قبل ما تموت. انا من سمعتها بحال هرستي ليا الجهد، وليت غنخرج عينيا وحال فمي ونطيح كواريا كاع على الجهد. مشى لي السفل والنفس تقطعات فيا، قلبي بدا كيضرب على جهده. بدات السينت ديال بنتي كتعاود ليا قدام عينيا من نهار شديتها، ومن نهار بدلت ليها ونهار دوشت ليها ونهار لعبنا وضحكنا. كنقول دابا مشات بنتي، بهاد الزربه مشات بنتي. بديت كنحاول نوقد راسي، كيفاش قتلوا ليا بنتي وانا باقي عايش؟ الا نعسوا مرتاحين ولا شافوا النهار الزوين في حياتهم، انا راني ماشي راجل، غنرزيهم كاملين كيما رزاوني. داك السوف اللي مشى ليا رجع ليا بالدوبل. تحركت ديك مريم وخلتني في داك البيت كندور في عينيا. شافت فيا ديك مريم وقالت لي مريم الحقيقيه راه مشات تكمل قرايتها في فرنسا، خت مالك الحقيقيه، وانا خدمت مع بات مالك وقنعته بلي راه مستهدف. وقلت لي الشرط باش نخدم حارسه شخصيه عندك، الا سولك شي حد تقول بلي انا بنتك مريم، وقبل حيت كان عارف راسو مستهدف من بزاف ديال الجهات. كلشي خطط ليه حتى توصل انت لعندو. بقيت انا غير كنشوف فيها وهي خرجات خلتني تما بوحدي. بديت كنحك في ديك القنبه بالجهد مع ديك البودره. فوق ساعتين تقريبا مبغاتش تحل،
فقدت الامل وهبطوا المعنويات. دازت واحد الوقيته طويله بزاف، حسيت بالجوع والعطش، المعده ديالي كتغوت، يدي اليمنى من كثرت ما هي معوجه ما قدرتش تتحرك ليا كاع. قلت شنو زعما غنستسلم؟ بغيت غير نشوف بنتي وخا ميته، ما تقبل مني دابا، اللهم نشوفها وندفنها. بديت كنبكي تما بحال شي دري صغير. فين هي الهيبه؟ مشات عايشه، عايشه واعره وغتموت موته ديال الشميت. ما بغيتهاش ليك اودا هشام، ولكن نستاهل. بديت كنضحك غير بوحدي، حتى بديت عاود تاني كنبكي. القرجوطه ديالي نشفات والسخونيه طلعت ليا مع راسي. من بعد بديت كنسمع الصوت ديال الطوموبيله، واقيلا كنتخيل، وشدتني واحد الدوخه وفقدت الوعي ديالي بداك الجوع. فاش حليت عينيا لقيت راسي وسط من بزاف ديال الخيوطه ومدوزين ليا السيروم والاكسجين في نيفي. دورت وجهي وبانوا ليا الدراري اللي خدامين معايا، كلشي كيشوف فيا. وقفت وبدا كلشي كيواسي فيا. قلت لهم شنو وقع؟ قالوا لي لقيناك في واحد الفيرما خارجه على المدينه. قلت لهم مالك فينا هي؟ قالوا لي ما عرفناش، ولكن على ما بان لينا مازال باقا حيه. الشفره جا للمغرب، القضيه مرونه حيت ولا صراع عصابات دابا. قلت لهم انا ما بغيت والو، بغيت غير بنتي. قولوا لي مالي الدار دياولي؟ قال لي واحد في رجال غير تهنى، كلشي مراقب، حتى واحد ما غيقرب لهم. حيدت عليا دوك الخيوطه وجا واحد الطبيب كيكالمي فيه وعطاني واحد الكاس ديال الماء. هبر لي الطونسيون مشى في حالو. انا بدلت بالحوايج اللي جابوا لي ومشيت للدار. مالي الدار ما فاهمين والو، وبغاو مني تفسير، ولات القضيه فيها حتى مالي الدار. مشكله صافي. قلت لهم ما غنقول لكم والو حتى تقاد الامور على خاطرها. كلهم كانوا كيسولوني على مالك. قلت لهم راه عند اختها باش غير نخرج من باب واسع. حرت ديال بصح، خصني دابا نقلب على بنتي، سواء كانت حيه ولا ميته. عيطت على الشاف ولقيتهم مسافر لكازا. قال لي هذيك العصابه كاينه هنايا وكاينه معاهم بنتك، حاول تجي في اقرب وقت. قلت لي هاني جاي دابا. خرجت بالجرا وشديت الطوموبيله من عند واحد في الدراري، هزيت الفردي ديالي وشديت الطريق لكازا. شدني في الطريق رادار شحال من مره وما تسوقتش، خصني نشوف بنتي. ما وصلت للدخله ديال كازا وانا نكعا عاوتاني ودمي شعل، حيت داو ليا بنتي قدام عيني وما قدرت ندير والو. عيطت على الشاف وقلت ليه لوح ليا اللوكاليزاسيون. لاح ليا اللوكال وتحركت ليه. وصلت لتما ولقيت داك اللوكال في واحد لوطيل، كي بلاصيت بان ليا واحد في الدراري. تبعتو طلعنا لواحد الشومبر، دخلت لقيت كاع الدراري تما دياولنا ومعاهم الشاف هازين البيسيات ولي درون وروينا. سالمت مع الشاف وقال لي شوف بنتك راه بحال بنتي، ومن صغرها وهي وسطنا، واي واحد مسها بحال الا مسنا حنايا. قلت لي الله ينورك الشاف. قال لي هادوك راه كاينين في واحد الفيرما، والمشكل ديال هاد الفيرما جات عاليه، يعني اللي جاي ليها من بعيد كيبان. قلت لي شنو الحل؟ قال لي الحل بسيط، غنصيفطو جوج ديال الدراري مغاربه وانت معاهم، غديروا بحال انتم كتصيدوا في الغابه حيت ديك البلاصه فيها الغابه، وغديروا بحال تالفين وغتقصدوا الباب الرئيسي باش تلفوهم على الباب اللوراني. الباب اللوراني حنا غنصيفطو ليه شي دراري ديالنا جدارميه كنعرفوهم، فايت اللي مخدموا معنا في بزاف ديال البلانات، غيكونوا بحال كيديروا شي دوره على ديك المنطقه. الوقت اللي ديك العصابه غتكون مديرونجيه مع الجوندارم ومعاكم نتوما، حنا غنتسلتو ندخلوا للفيرما من الجنب ديالها، غديو معنا قنابل ديال الغاز المنوم اللحوم وسط من الفيرما. الا غلطنا راه غادي يعرفونا حنا تما ويقتلوا بنتك بالزربه. قلت ليه يكون خير، انا غير ملي بنتي بقى عايشه هذاك هو المهم. جلسنا يومين عاسين عليهم الخوت ومراقبينهم، بينما حضروا القنابل ديال الغاز المنوم. وجا اليوم الموعود، انا خصني غير نطيح في شي واحد غناكلوا ليهم. لبست الحوايج ديال الصيد والفراده ديالنا، هزينا شي قنابل وشي اسلحه ثقيله في الطوموبيلات. كل واحد فينا مشى في الطوموبيله ديالو، انا سابقهم حيت عارف الطريق وعطاوها ليا. وصلنا لديك الغابه، بلاصينا الطوموبيلات ودخلنا كنتمشاو انا والرجال اللي معايا، جوج ديال المغاربه. فاش قاربنا لحدا الباب، واحد كان واقف قدامو تم جاي قاصدنا، جاي وكيقول وا بنادم واش هاد البلاصه هي اللي بانت لك تصيد فيها؟ الفردي كنت مخبيه من مورايا، وانا نقول له واش عارف راسك مام كدوي؟ قال لي مام بالسلامه. قلت لي قاضي. قال لي اي قاضي اش كيدير هنا؟ شحب الخاطر جاي تصيد هنا؟ قلت لي راني تالف على طريق المدينه، بدا كيناعت لي اخوكم كاع ما داها فيه. بقيت غير كنحاول نطل من مورا على داك الباب المحلول شويه، ولكن في واحد اللقطه شاف الرجال اللي معايا وبانوا ليه باللي ماشي صياده. جبد السلاح ديالو صاحبو جاي كيجري، جاي من اللور من الباب. جبت الفردي ديالي بالزربه، كان مديور فيه السيلونس،
تيرت فيهم بجوج فراسهم ديريكت ما زقلتهمش، طاحوا في الارض وجارينا ودخلناهم للطوموبيله. شفت في الرجال اللي معانا وانا نقول لهم باش عاقب اللي احنا ماشي صياده، وهذاك ما عارف وجاهنا. قال لي هذاك شاف لوشان ديال العصابه ديالنا راه عندي في عنقي وبين. بديت كنغوت عليه وقلت له واش ما ردش البال ولا انت مريض؟ باقي كندوي معاه حتى جاتو واحد القرطاسه في جبهته وطاح في الارض. ما عرفتش باش تبليت، تخبيت من مور الطوموبيله انا وهذاك اللي باقي معايا. عرفت بلي داك اللي تيرا تيرا من بعيد وسنايبر من الفوق. عرفت بلي تا حاجه ما غتلف لينا هاد السنايبر اللي ما كيزقلش. حليت الكوفر بشويه وكنت مخبي حداه. هزيت دوك القنابل اللي كيسيلوا الدموع، والسبب انهم كيخرجوا واحد الدخان. الدخان ما غيخلي السنايبر يشوفنا مزيان. لحتى ربعه مفارقين على الطوموبيله ديالنا، عرفتهم غيتلفوا ما غيبان ليه والو. حنا نعطيوها بجريه لوسط من الغابه. جرينا وسط من الغابه مده ديال الطريق. عطيت التعليمات للرجال والشاف بلي دابا خوتنا عرفونا كاينين هنايا مادام السنايبر شافنا. حتى حد ما يدير شي حركه وبقينا مخبين حتى طاح الظلام، وكنت عارف بلي مستعدين لينا هما دابا. من بعد منين ظلام الحال كنا عارفين بلي ممكن تكون بنتي مات. داكشي علاش قررنا انا والشاف اننا ندخلوا عليهم ديريكت بكاع القوه اللي عندنا. الرجال كلهم وجدوا السلاح، القنابل الثقيله وحتى الاسلحه الخفيفه، وقصدنا الباب. دورنا ديك الفيرمه كامله وبدينا كنقزو عليها بحال النمل. اتفقنا انه اي واحد شافوه يموت، حتى حد ما غادي يعيش. ناط مجزره ديال القرطاس في ديك الفيرمه، كانوا موجدين لنا ولكن السلاح اللي عندنا ما عندهمش هما، شي اللي خلانا نتفوقوا عليهم. ولكن الزعيم ديال ديك العصابه بحال قلتو لوالينا يدينا، حيت ملي قتلنا بزاف ديال الرجال ديالو كان مخبي هو في الكاف ديال ديك الفيرمه، هو وربعه ديال الرجال. وتما فين كانت بنتي رابطينا وهازين عليها السلاح، كانت هي الورقه الرابحه ديالهم، ولا بالاحرى كانت هي تذكيره المرور ديالهم اللي غتخليهم ما يموتوش. ناقشت مع داك الشاف ديالهم والرجال ديالو هازين السلاح على بنتي، واتفقت انا وياه بلي غنخليهم يعيشوا الى طلقوا البنت. ما تاقش فينا طبعا، داك الشيء علاش نسحب هو الاولاني وخلي الرجال ديالو هازين على السلاح. حنا ما قدرناش ناديوه حتى وصل لواحد المنطقه واتصل بالرجال ديالو وقال لهم بلي ما وصلناش. بداو كينسحبوا واحد من مور الثاني، وقررت بصح اني ما ناديش الاخراني فيهم نهائيا. الاتفاق ديالنا معهم انهم ما ياديوهاش ونخليهم يمشيو، وما كنتش باغي نخرق هذا الاتفاق هذا حيت كنت خايف على السلامه ديال بنتي. ما فكيت ليها ربيط باش يدينا، بدات كتعنق فيا. عنقتها وتاكدت انها بخير وصيفتها مع الدراري داوها لواحد لوطيل، وصيتهم باش يبقاو حارسين الغرفه ديالها. انا ملي بنتي بخير هذاك هو الرباح وراس المال. من بعد بشي نص ساعه تاكدنا انه ما بقى حتى شي دليل تما علينا، تحركنا للوطيل فين كاينه بنتي. تلاقيت معاها وكانت كتبكي، بقيت معنقه بزاف. قالت لي ما تبقاش تخليني بوحدي، حطيت راسي على راسها وبكيت معاها. بكيت للمره الثانيه قدام بنتي حيت هي كلشي عندي في الحياه. سالينا من البكا وقالت لي غنمشيو لبرا وما نرجعوش لهنايا. قلت لها واخا هادشي اللي غيكون، كوني غمرتاحه. جلسنا في لوطيل. من بعد الشاف عطى الاوامر باش يتجمعوا كاع الفرق في واحد المكازا وسط من المدينه. تجمعنا تما وكنا اكثر من 50 واحد. قال لنا خصنا نديروا اباده جماعيه لهاد العصابه هادي، ما يبقى فيهم حتى شي واحد ولا غيرجعوا ينتقموا. راه ماتوا بزاف منهم ولكن راه باقين، ما بغيت دابا حتى شي واحد يعيش، ما بغيت حتى شي دليل يكون ضدنا. الدراري ديالنا كلهم تشتوا بداو كيقلبوا. اما الشافه قال لي خصك تمشي تشوف داركم. قلت لي عندك الصح. داني الشيفور حتى للدار ديالنا، شفت مالين الدار وتسامحت معاهم على هادشي كامل اللي درت ليهم. الغالب الله ماشي لخاطري. بقينا كندوي واحد شويه وقلبنا ضحك، واخا ما عاودتش لهم الحيتيات ديال البلانات كاملين. قالت لي اختي شنو بان لك تدي والدينا للحج؟ قلت لها مزيانه هاد الفكره. قالت لي الواليده حنا وزهرنا الا هزتنا القرعه. بديت كنضحك انا واختي، قلت لها شمن قرعه؟ انا ندي الواليده الاحسن اوطيل تما ونديكم في طائره خاصه وكولي وشربي. نقز الوالد وقال ليها اجي بغيت نسولك اولدي هشام، ما كتعرفش تما شي واحد جمال؟ قلت لي فاش جمال؟ قال لي في الحوايج. غادي غادين وانت لا بغيتي دينا في الطياره خاصه؟ قلت زعما نشري الحوايج في الجمله ونجيبهم لهنا نبيعهم ياك طونسبور فابور. ضحكت وقلت ليه ما تجيب والو، شحال خاصك ديال الفلوس؟ انا نجيبهم ليك. قال لي لا ماشي الفلوس، غير انا جالس ما كاين ما يدار. قلت اه نتحرك شويه ونروج شويه الحركه. قلت لي واخا سيدي ان شاء الله ماشي مشكل، اللي بغيتي نديروها.
قال لي الله يخليك لينا. بقينا جالسين داوين حتى صونا التليفون ديالي. جاوبت وانا نسمع الشاف قال لي غلقينا ديك اللي دارت هادشي كامل، اللي زورت سميتها المريم اخت مالك. قلت لهم هاني جاي دابا. درت بحال ما كاين والو قدام الدار، سولوني فين غادي وقلت لهم غير الوراق ديال المطار خصنا نوجدهم باش نمشيو. هاني جاي. هزيت طوموبيلتي وعلقت لعند الرجال، لقيتهم شادين ديك مريم وكل هاد ما يتفرشخوا لها وجهها بالمزيان، كانت كلها منفوخه. قربت ليها وسولتهم كيفاش لقاوها. قال لي الشافة ملي قتلنا هادوك في الفيرما هزينا التليفونات ديالهم، واحد رقم اتصل بواحد التليفون جاوبنا وسمعنا الصوت ديالها، وحاولنا اننا نتبعوا الاتصال منين جاي. خدمنا داكشي وقت ولكن الرجال ديالنا قدروا يتبعوا الاتصال. وصلنا عليها كانوا معها جوج ديال الرجال، قتلناهم وخليناها هي حتى تشوفها. كنا الخوت في واحد الدار اللي مهجوره، قربت ليها وقلت لهم بغيت كلشي يخرج. شاف خرجت هو معاهم وانا نقول ليها شديتيني ما قلنا عيب، ربطتيني وخليتيني وبنتي قلتي لي قتلتيها، وهذا غلط كبير درتي منين زقلتيني وما قتلتينيش. وكيف ما معروف عندنا احنا العصابه الغلط كيتخلص سوا ماديا سوا ماديا ولا معنويا، بمعنى اخر الدم كيتخلص بالدم. خرجت الطوموبيله وحده من الطوموبيلات ديال الدراري، حليت الكوفر هزيت منها ليسانس ورجعت لعندها. كبيت على ليسانس مزيان، شديت بريكه قطعت لها القميجه اللي لابسه، بدات كتغوت كانت مربوطه، كانت كتبكي وانا ما مسوقش ليها. شعلت في داك طرف من القميجه العافيه ولحتو عليها، بديت كنشوف فيها كتركل وشعلها فيها العافيه، ما رحمتهاش كاع. اللي غلط يخلص، ما كانش عليها تلعب معايا بهذه الطريقه، وخصوصا تأدي لي بنتي، بنتي اللي كنت كنتنفس بها هي الاكسجين ديالي. هادشي كله درتو على قبلها. خرجت من تما وما يدخلوا الدراري المختصين في الجثث، ما كيخليو من موراهم حتى شي دليل. فرقه ديال الدراري هادي هي الخدمه ديالهم. من بعد رجعنا للوطيل، دوشت وبدلت حوايجي. قال لي الشاف خصك تقاد الامور ديالك باش تمشي من هنا، الا مشيتي تشديتي هنا ما عندنا كيفاش نحميوك. صافي قلت لي راه عندك الصح. رجعت للدار وقلت لهم راه خصني ارجع لخدمتي. تواداعت معاهم انا ومالك، هزينا حوايجنا وتحركت انا ومالك، شدينا الطريق في الطائره الخاصه. ما حطتني الطائره وانا نصوني على اختي، قلت لها شوفي غنصيفط لك الفلوس وتقلبي على شي دار نقيه وزوينه باش تسكنوا فيها، هذيك الدار قديمه. قالت لي اه صافي، وانا نقولها ما تنساش الدار تكون مكتوبه في سميت الوالده. قالت لي صافي كون هاني. رجعت فعلا لخدمتي بحال الا ما وقع والو، بحال الا كاع ما مشيت للمغرب. العصابه ديالنا غشاو واحد خونا خدام في الخطوط الجويه باش يمحي نهار شكنا في المغرب ويبدل بنهار اخر. مالك رجعت كتقرا واخا غيبات مده هادي، ولكن قدرت القضاء الحل مع المدرسه. جاني اتصال من عند الشاف حيت ما كانش معايا وقال لي عقلتي شنو كنت قلت لك في المغرب؟ بديت كنضحك، قلت لي قلتي لي بزاف ديال الحوايج. قال لي نسيتي واقيلا، راه قلت لك خصك تتزوج. شوف انت بحال ولدي وانا عندي بنتي هي اللي عندي وعزيزه عليا بزاف. قلت لي انت مزوج؟ قال لي بحالي بحالك ما عنديش المراه، غير هو الفرق اللي بيناتنا انا كنت مزوج وقتلوا لي مراتي وانت ما مزوجش. قلت لي مزيان الواحد يكافح مع اولاده. قال لي انا بغيتك لبنتي وعرفتي علاش انا داير فيك الثقه؟ قلت لي ما عرفتش. قال لي لاحظت فيك واحد الحاجه، اللي غلط مع بنتك ما كترحموش، وبنتك حاطه في المقام الاول واللي بغات تحضر. ولا عقلتي انا قلت لك في المغرب عندي لك كادو، والكادو هو ولدي هو بنتي. الا قبلتي غنكون فرحان ديال بصح، حيت غنعرف راسي مخلي عندك امانه وغتهلا فيها. بقيت غير ساكت انا وما عرفت ما نقول ليه. من بعد نطقت وقلت لي ولا ما بغاتنيش هي، بدا كيضحك وقال لي بلا رسميات وبلا بروتوكول، سمعني شنو غنقول لك، هي راه كتعرفك وتناقشت معاها في هادشي وقبلات الزواج بك. قلت لي وتقلبات الايه في هادي؟ قال لي ما تفهمنيش غلط، بنتي كنعاود لها كلشي، فكر في هاد الهضره دابا وجي لعندي للدار. قلت لي واخا كون هاني. قطعت لابيل طبعا ما قدرش نرد بحال هادشي اللي قال الشاف. تحرك ديريكت لعندو للدار، تلاقيت مع بنتو نيت وديرو يوسكم في بلاصتي. جلسنا في طابله وحده، الباترون شاف فيا وقال لي راك بحال ولدي ما عندك مناش تحشم. اما انا فشفت في البنت وقلت لها باك عاود ليا كلشي. قالت لي انت قابل؟ قلت لها قابل، ولكن شنو سميتك بعدا؟ قالت لي سيلينا. قلت لها مزيان انا قابل.
قلت لها عندي غير شرط واحد. قالت لي شنو هو؟ قلت لها غنخطبك ولكن الزواج ما خصوش يكون دابا حتى نتعرفوا اكثر. قالت لي انا عارفك مزيان، انت اللي خصك تعرفني. قلت لها واخا شنو الشروط ديالك؟ قالت لي شروطي ساهلين، بغيتك تبغيني بصح كما كتبغي بنتك مالك، وتشوفني بنتك ومراتك واختك وصاحبتك. خطنا فكرتني في المغربيات في هاد اللقطه هادي. قلت لها صافي يكون خير. من بعد وقفت وخرجت مع الشاف للجردة، بدا كيعاود ليا من الاول على حياته وكيفاش بدا في هاد الدومين، وقال لي بلي كان قاصح مع بنته بزاف لدرجة ما كانش كيخليها تخرج من الفيلا حيت كانوا ديما في خطر. شكرته مزيان وتوادعت معاه. مشيت في حالي وتلاقيت مع ملاك، تعشيت انا وياه على برا داك النهار ورجعنا للدار. من بعد صونا ليا الشاف وانا نجاوب. قلت لي شنو كاين الشاف؟ هي تجاوبني بنتو سيلينا. قالت لي غير بابا خلى ليا تليفونه. قلت لها مزيان شنو حب الخاطر؟ قالت لي غير بيت ندوي معاك. بديت كندوي انا وياها هو، مشيت لبلاصتي تكيت وبقيت مجمع انا وياها. بقات كدوي حتى داني الناس. فاش فقت الصباح مشيت لعند الشاف للدار حتى الباب ديالو، حيت انا اللي كنديه معايا بالي الباب محلول. قلت ويلي، صونيت عليه ما كيجاوبنيش. هزيت السلاح ديالي اللي ديما من مورايا وبديت كنعيط حتى واحد ما كيجاوب. دخلت كنقلب في الدار لقيت بنتو ما كايناش. سمعت شي حركه في واحد البيت، مشيت لحدا وكان الباب مسدود. يلا قصت الباب ويضربني واحد من اللور بشي عصا، طحت في الارض فقدت الوعي ديك الساعه. فاش فقت لقيت راسي مشدود بمينوط، قدامي جوج ديال الرجال كبار في العمر، واحد فيهم ضارب واحد لبسه رسميه والاخر لابس عادي وداير الباتج ديال البوليس، باين بلي بوليس غير من الشوفه. بداو كيسولوني على العصابه وقلت لهم ما غندويش حتى يجي المحامي ديالي. شحال من سؤال سولوني وما جاوبتهمش. واحد اللحظه ضربني واحد فيهم بالتصرفيقه، قال لي غير قول شنو كاين، راه ما كتعرفش تكذب. بقيت مناحس مع هادوك الجوج وما عطيتهمش راس الخيط كاع. مني جا المحامي خرجني من تما حيت ما كان عندهم حتى شي دليل. رجعت للدار ديال الشاف ولقيتو تما. قال لي رجعوا لنا البوليس ولكن ما لقاو حتى شي دليل، قلبوا الدار كامله. قلت لي فين كنتي انت وبنتك؟ قال لي كنا في الجاردة اللور. قلت لي علاش ضربني واحد فيهم؟ قال لي بكل بساطه راهم كيسبقوا الضربه لا تمشي تيري فيهم ولا شي حاجه، وراه عارفين بعدا بلي راك عنصر اللي خطير، والمره الثالثه كتبت الثقه اللي انا عاطيك وما كيديو منك البوليس والو. دازت ليام وليام، تلاقيت مع بنت الشاف شي جوج ديال المرات فقط حتى وصل النهار ديال العرس. ومالين الدار كلهم جبتهم لهنايا دوزوا العرس معانا، ومن ذاك النهار ما بقاوش رجعوا للمغرب. شريت لهم واحد البارطمان حدانا، ما انا الشاف عطاني واحد الفيلا في سميتي، مبقاش بغاني يخدم معاهم كاع حيت دابا وليت راجل بنتو. كلشي دابا حدايا وكلشي هو هذاك، وما بقيتش درت يديا في هادشي كاع، حتى الشاف ما بغانيش نقرب ليه. وهكا سيادي غدوز حياتي وما باقي منها غير كالم، ما في لا مشاكل لا والو. احداث اللي ساهله اللي كتكون في حياه اي مواطن، واللي نبغي نقول لكم هو خصك تكون صبار، نفسك حاره وديما قلب على راسك في اي دومين بغيتيه. حتى الا مدينتك ما عطاتكش بدل المدينه، ولا البلاد ما عطاتكش بدل البلاد، ولا كان عندك شي حلم بقى خدام حتى توصل ليه، وما يكونش حلم تافه بحال تيماكس ولا دريه ولا شي تخربيقه بحال هادشي. هادشي ما كيوكلش الخبز، ديما دير في راسك بلي واحد النهار تكون عندك عائله، وديما دير علاش ترجع. قصي سالات، سلام اصدقائي. القصه سالات، انا عرفت هاد القصه هادي واللي قبل منها دايرين بحال دوك القصص ديال الهنود. قبلوا على ما وجد، راه غادي نشونجيو السيل شويه، راه غير كنت بغيت نحط هاد النوع شويه ديال القرطاس حيت طلبوا الناس بزاف، نرجعوا لشي حاجه بعقله. يلا كنبغيكم بزاف، ليله سعيده، اديوس اميغوس. اي اي
راحوا